هنتكلم في الفقرة دي عن فتيات الطايرة اللي قدروا باستحقاق وقدروا بجدارة ان هم حققوا لقب السوبر الافريقي على يعني حساب نادي الزمالك. وهنتكلم بقى عن الكواليس طبعا، الفكرة في نفسها او البطولة في نفسها حاجة كانت رائعة وكلنا كنا سعداء بيها، لكن ورق هذه قصة النجاح زي ما بتقال والاستعدادات وغيره والكواليس حاجات كتيرة جدا يمكن ما نعرفهاش او ما بنشوفهاش على الشاشة. ده اللي احنا عايزين نعرفه من ندى وليد لاعبة الفريق الاول للكرة الطايرة اللي منورانا النهاردة بطبعا النادي الاهلي، ونعرف منها الكواليس بقى اكتر. ندى بونجور عليكي، واللي انتوا حققتوه في الفتره الاخيره طبعا اكثر من رائع. انا وكريم اكيد حابين ان احنا يعني بعد ما نصبح عليكي نتكلم فيه اكتر. طبعا صباح الخير لكم كلكم. صباح الفل. البطوله دي كانت طبعا هتفرق لنا قوي لان احنا في بدايه السيزون وهو الزمالك ما كانش معانا، احنا كسبناه من الصيد والفرق كانت قويه قوي، يعني الصيد وسبورتنج ودجله من يعني من اقوى ثلاث فرق بعد الزمالك طبعا. فاحنا ادينا ده دافع لينا ان احنا نبدا السيزون دوت ببطوله علشان نعرف الدوري وكاس وافريقيا، ولو دخلنا بطوله عربيه ان احنا نعرف ناخدهم ونكسب كل البطولات. فطبعا ده كان حاجه كبيره قوي لينا ان احنا نبدا كده ببطوله يعني. اكيد طبعا. طب خلينا بقى في الاول خالص ناخد معاك الموضوع من اوله، من اول ما ابتديتي تمارسي هذه الرياضه وخلفيه برضو عنك وعن دراستك، يعني احكي لنا كده شويه عن نتعرف عليكي اكتر وبعد كده ندخل بقى معاكي في التفاصيل الفنيه والبطوله واقوى المباريات اللي خضتيها الى اخره. هو انا دخلت فولي طبعا عشان عيلتي كلها بتلعب فولي من وانا صغيره، بابا كان لسه بيلعب يعني، فكنت بروح معاه التمارين بقى بمسك الكوره وانا 5 سنين يعني مش حاجه اقعد اجري بيها وكده، فطبعا يعني لازم هيدخلوني فولي، بابا وماما يعني بيلعبوا فولي. بس بدات لعبت سنه مع بابا في الطيران، بعدين بقى بعديها على طول قالوا لي لا لازم تروحي الاهلي وبتاع، انت شكلك هتبقي كويسه لما تكبري وبتاع، كنت دايما قصيره فلا انت هتبقي ليبرو كويسه يعني. بس فرحت الاهلي وبعدين بقى قعدت وانا عندي 8 سنين لحد دلوقتي بلعب في الاهلي. اقوى ماتشات ليا طبعا لا في كتير قوي يعني، بس اكتر ماتش مثلا مش هقدر انساه افريقيا في 2018 الفاينل افريقيا، ده من اقوى ماتشات ليا بصراحه يعني. ولما كسبنا الفاينل كنت اول مره العب افريقيا، كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. دراستي بقى طبعا انا خريجه ده من اكاديميه بحريه تجاره. اوكي. أكاديمية بحرية تجارة، حلو. عندك طموح تشتغلي حاجة ليها علاقة بالدراسة دي ولا كانت كلية وخلاص؟ لا نفسي خلاص. طبعا نفسي، بس مع الفولي صعب قوي يعني، احنا بنخش معسكرات كتيرة قوي، فأي حد بيشتغل عندها في الفرقة لازم بيترفض. فأنا نفسي بس يعني ألاقي حاجة أقدر أوازن بينها مع الرياضة يعني. هو انت اصلا ندى يعني شايفه قدامك كام سنه كمان ممكن تفضلي في بتمارسي رياضه كلاعبه، وهل بعد كده عندك طموح مثلا تدربي او حاجه زي كده ولا مش في دماغك؟ لا هو انا ممكن يعني كمركزي ممكن اكمل 10 سنين كمان او اكتر كمان يعني، وحتى في مراكز تانية في ناس ما شاء الله سنها كبير وبتلعب كويس، على حسب كل واحد يعني هيقدر جسمه يستحمل ولا لا. دي ميزه نسبيه في الفولي بول عن غيرها من الرياضات اللي طبعا في مساحه ان حد لو تقدم نسبيا في العمر برضه يبقى موجود وبقوه. مش ايوه طبعا ده فده بيفرق يعني، بيفرق كتير قوي ان انا خلاص انا ممكن اركز في تماريني وافضل اقعد لحد 40 سنه ما فيش اي مشكله في كتير كده يعني. انت دلوقتي سنك كام؟ 23 يعني 23. بعد كام يوم 23 ان شاء الله. حلو كده. طيب. بعد كام يوم انت طيب كل سنه وانت طيبه يا رب. طيب بصي يعني الكره الطايره لو هنتكلم عنها تحديدا بالنادي الاهلي زي ما بتقال كده زيجزاج او ابس اند داونز، يعني شويه كان في تالق جدا وشويه بيحصل دروبات كده بتبقي مش فاهمه برضو ده راجع لايه، بس ما بيبقاش المستوى بتاع الفريق عندنا الافضل. بس الفتره الاخيره لو هتكلم على السيزون ده تحديدا، عشان كده بدات الفقره وقلت لا في مجهود اكثر من رائع وفي كواليس وقصص احنا ما بنشوفهاش. يعني فكره الفوز هنا في نصف النهائي كمان على الزمالك، المباراه كانت على فكره تنافسيه شديده جدا وكان اداء من ناحيتنا قوي جدا وقدرنا ان احنا نسيطر على مجريات المباراة بشكل كبير. فبرضو ده لازم تكلمينا شوية عنه، المباراة مش بطولة كده وخلاص أو حاجة كانت سريعة، لا كلمينا أكتر استعداداتكم قبل المباراة كانت عاملة إزاي، الفكرة برضو هنا إيه اللي كنتم متخوفين منه من المنافس، يعني الحاجات اللي إحنا ما بنشوفهاش. هو إحنا عامة قبل بطولة السوبر دي إحنا كمستوى كنا الحمد لله بنكسب، بس ما كناش أحسن حاجة، بنتمرن كويس جدا، الفرقه كلها كويسه جدا، بس بنيجي في الماتشات زي بيحصل لنا دروب، وطبيعي لان في اول سيزون ده احنا بنلعب بعناصر ما كانتش يعني كانت معانا ما بقتش موجوده، فبقينا نلعب بعناصر تانية بنديهم خبرات يعني عشان هم صغيرين. بس حاولنا نلم نفسنا قوي قبل البطوله دي لان دي البطوله الوحيده اللي هنقدر دلوقتي نبين ان احنا كويسين، عشان احنا كان بقالنا فتره الناس عماله تقول لا مش هم دول اللي كانوا بيلعبوا زي زمان وبتاع. بس ف
قعدنا مع بعض وكنا بننزل مع بعض كتير قوي نتكلم مع بعض بالذات في المعسكر البطوله ديت، ان احنا لازم نرجع هيبتنا اللي هو احنا برضو لسه بنكسب بس احنا عايزين نكسب باحسن شكل. جينا في الماتش بتاع سبورتنج ما كناش احسن حاجه، بس الحمد لله ربنا يعني احنا بعد ربنا طبعا احنا وقفنا اللي هو لا احنا لازم نكسب، مش مهم خالص النتيجه بس احنا لازم نكسب. وبعد كده يعني هنرد ان احنا لا احنا لسه كويسين. بس عدينا طبعا ماتش سبورتنج ده، كان بعديها ماتش دجله اللي هو السيمي فاينل. قلنا ان احنا سيمي فاينل كيكا دايما حتى لو فرقه اضعف من اللي هنلعبهم فاينل بيبقى اصعب بكتير يعني. طبعا سيمي فاينل ده بيبقى صعب جدا أكيد. حتى لو الماتش كان سهل طبعا. بس دخلنا يعني اول شوط ما كناش احسن حاجه، بس خلاص بعد اول شوط احنا كابتن حمدي وقف معانا اللي هو لا احنا في غلطات كذا وكذا وكذا، وادانا كل واحد هيعمل ايه. نزلنا من الشوط الثاني بقينا حاجه ثانيه، كسبناه على طول 3-1. والفاينل برضو احنا قعدنا مع بعض قبل الفاينل، احنا يعني احنا كنا التارجت بتاعنا عندنا غل، لا احنا عايزين نلعب كويس قوي عشان ما حدش يقول علينا كلمه وحشه. نزلنا فاينل تقريبا ده كان احسن ماتش لعبناه من اول السيزون. هل الاحتراف خطر لك على بال؟ يعني دايما أكيد. الاحتراف بيراود ذهن اي لاعب في اي نادي. طبعا عفوا، فهل خطر لك على بال موضوع الاحتراف؟ هل جات لك عروض؟ هل سعيتي لكده ولا ما فكرتيش في الموضوع؟ لا هو ما بيجيش عروض دلوقتي، يعني صعب قوي ان يجي من مصر يعني عروض، وبالذات في المركز الليبرو لان دايما سوق الليبرو بيبقى اقل كتير قوي من الضريبه. بس انا طبعا نفسي يعني لو حاجه دي كانت متاحه قدامي طبعا اكيد هختار. طب ليه سوق الليبرو اقل من الضريبه؟ لان يعني بيبقى سهل ان انت تعمل في ناديك ليبرو كويس. يعني مش بتبقى حاجه صعبه لان انت مش محتاج طول، مش محتاج تصنيع ضريب كويس. ده اللي مش بيبقى مش اصعب لان انت بتحتاج طول وبتحتاج مرونه مع الطول، فمش بتبقى سهله قوي يعني. اوكي. مين لو اتكلمنا، تبصي في اي مجال دايما بيبقى فيه مثل اعلى، انت هل بتتابعي لو احنا بنتكلم عن الاحتراف بتتابعي يعني هذه الرياضه على المستوى العالمي؟ هل في مثل اعلى معين انت بتحاولي، مش لازم تبقي زي على فكره، مش شرط المثل الاعلى يبقى بالكوبي بيست، بس بتشوفي نفسك توصلي للليفل ده معاه؟ طبعا في ليبروهات بره كتير قوي كويسين قوي. ليبرو البرازيل دلوقتي البنت كويسه قوي، ليبرو ايطاليا دي انا بجد انا دايما بتفرج عليها من كتر ما هي شاطره قوي، فبحاول اتعلم منها، بتفرج على التكنيكس بتاعتهم. وفي ليبرو برضو اريك برضو الرجال لا كويس قوي يعني، دول الصراحه بتفرج عليهم كتير يعني. فطبعا دايما بنتكلم على، بس يمكن الكلام ده بيبقى اغلب الاحيان بيكون مع لعيبه الكوره، لكن اكيد المبدا ينطبق على كل الرياضيين اللي لابسين تيشيرت النادي الاهلي. دايما بنتكلم على ان تيشيرت النادي الاهلي هي مزيج من حاجات حلوه كتير، اكيد فيها فخر وشرف كبير، اكيد فيها مسؤوليه كبيره، يعني هي تسعد وتقلق صاحبها. فاهم قصدي؟ ايوه. انت بتستشعري القلق اكتر من تحملك لمسؤوليه ان انت لابسه تيشيرت النادي الاهلي اللي ليه جماهير عريضه في كل مكان، واللي بيدعم واللي بيعمل كل حاجه عشان يعني يساند الفريق بتاعه، ولا مستمتعه بده اكتر وسعيده وفخوره بده اكتر؟ يعني انهي مشاعر اللي بتبقى طاغيه عليكي اكتر؟ هي الاثنين طبعا. يعني الواحد بيبقى حاجه صعبه قوي ان في تقريبا ملايين بيتفرجوا عليك في الماتش عشان هم شايفين انتوا احسن ناس، او شايفين انت دي احسن في مركزها، فبتبقى قلق شويه ان هو بس انا خايفه اخيب ظنهم بس مش اكتر. لكن هي طبعا بتبقى حاجه شرف لينا قوي، واي حد يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي طبعا يعني. طيب انا عايز اسالك على حاجه برضو، لان دي موجوده في بعض الرياضات المختلفه او كانت زمان مقارنه بدلوقتي. يعني زمان مثلا اتكلمنا قبل كده مع كباتن كانوا في كره اليد في منتخب اليد، وقال لك زمان ما كانش فيه الفكر الاحترافي، دلوقتي يمكن الاجيال الجديده واخده حظها اكتر او عندها فرص افضل ان هي يجي لها فرص احتراف وغيره. سواء دلوقتي انت بتقدم لك عروض زي كده او لا، بس فكره هنا ان الانفتاح وفكره اعطاء الفرص والاحتراف في الخارج وبعد كده ترجعي بالخبره المختلفه، خلينا نقول برضو مختلفه لمصر، اكيد ده هيفرق في تطوير هذه الرياضه على كل المستويات. فلو احنا بنتكلم ان اتفتح تاني باب الاحتراف، انت وكم حد تاني ممكن من الفريق يبقى حابب، لو انت طبعا تحكي لنا احنا ما نعرفهمش كلهم على المستوى الشخصي، مين حابب ان هو يخوض هذه التجربه؟ وبعد ما تخوضيها هترجعي تاني لو حصل ولا لا؟ خلينا برضو نعرف ان كنت الصراحه. ايوه. لا هو فرقتنا في كتير يعني، تقريبا الفرقه كلها طبعا عايز تحترف يعني. وفي طلعوا، في سهيله وفي طلعت، وفي في فرح عز هتطلع السنه الجايه، في طبعا اي الشامي جالها عروض بس هي ما قدرتش تسيب النادي الاهلي في وقت من الاوقات يعني، دي حاجه بصراحه احنا بنشكرها قوي. بس في وشروق كانت قالت ان هي جالها برده، بس فكذا حد طبعا لو جاله عامه هيطلع. وبعد ما يخلص احتراف طبعا بيرجعوا النادي الاهلي على طول، لو النادي الاهلي احتاجهم بيرجعوا تاني. فهو اللي حسن دلوقتي الناس بقت تحترف لان الاهالي خلاص بقت منفتحه اكتر، وهي يعني زمان ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي خلاص عايز اللي هو البنت ممكن تسافر تروح وتقعد لوحدها، ف
فده اللي حاساه بقى دلوقتي اكتر يعني. يعني اكسبتد من المجتمع بالزبط. كمان بشكل صح. فده اللي فرق طبعا دلوقتي. طيب كره الطايره النسائيه في مصر بشكل عام، مش هكلمك على الاهلي ولا على اي نادي بعينه، بكلمك بشكل عام، كره الطايره النسائيه المصريه واصلة لفين على مستوى العالم؟ احنا فين بالمقارنة بمنتخبات المنتخبات النسائية في كرة الطائرة في دول العالم المختلفة؟ احنا فين بالمقارنة بيه؟ العالم لا احنا بعاد بصراحة. ليه؟ يعني يمكن عشان المعسكرات ما بتبقاش كتيرة، يعني احنا مثلا بنتجمع قبل بطولات العالم قبلها مثلا بشهر، فلا مش بنعمل اعداد صح يعني. بره طبعا غير ده، بيعملوا اعداد طويل قوي وبيسافروا معسكرات بره، ما فيش هنا كده. طب ايه اللي منعنا ان احنا نعمل الاعداد المماثل؟ يعني هل في مشاكل معينه ماديه مثلا في الاتحاد؟ يعني الدنيا ليه احنا عطلانين في الحته دي؟ دي الصراحه حاجه انا ما اعرفهاش يعني، بس هو ده اكتر حاجه بتفرق يعني، لان احنا عندنا عناصر كويسه قوي تقدر يعني تشارك وتلعب وتنافس كمان في كاس عالم. احنا بقالنا كتير ما بنخشش كاس عالم يعني. فاعتقد ان دي حاجه مش عارفه بصراحه، حاجه تبع الاتحاد ما اعرفش. مشكلة على فكرة كبيرة دي طبعًا. لما يعني خسارة، عارف يبقى عندك بوتنشال حلو في رياضة ما واللعيبة نفسها وهيفرق معهم بشكل كبير جدا، تيجي تلاقي نفسك ما بتعملش الاستعداد تماما المطلوب منك، فالواحد ما بقاش فاهم. تتكلم مع الصعيد التاني مع الاتحاد ما مش اتحاد معين، يقول لك ما احنا بنحاول نزلزل العقبات ونعمل كل اللي علينا علشان اللعيبة بتوعنا، فالواحد ما بقاش عارف يعني فعلا يعني فين الازمه عشان نحلها. عارف انت لو تحط ايدك على ازمه ما انتش عارف تحط ايدك على ازمه، كل حد من جنبه بيبرر او بيقول ان هو عامل اللي عليه. فانا من الناس اللي مش فاهمه بصراحه ده بيحصل ليه. طيب هل حاولتوا تلاقوا حلول؟ معلش انا هنخش معاكي في تفاصيل اكتر، بس ده دوركم برضو. هل حاولتي تلاقي حلول انت او غيرك في الفريق؟ انا بتكلم هنا كمان على صعيد المنتخب مش الفريق اكيد. احنا بنحاول نعمل اللي علينا يعني، حتى بالمدربين واللعيبه، حتى لو احنا مثلا عندنا 10 ايام بس، احنا بنحاول نعمل كل حاجه احنا نقدر نعملها، بس طبعا في الاخر مش يعني كافيه. بالظبط، بس في الاخر بنحاول يعني. طيب غير الاهل، يعني احنا قلنا ان الوالد والوالده كانوا طول عمرهم بيلعبوا كره طايره، مين اصحاب فضل عليك بعيدا عن الوالد والوالده؟ مدربين، كل مدربين اتمرنت معاهم طبعا يعني، من اول مدرب اتمرنت معاه لحد اخر مدرب، كلهم هم اكتر ناس ادتني يعني دافع وان انا ما اخافش وان انا اتمرن كويس قوي. فلا طبعا مدربين كلهم يعني، مش عايزه انسى حد لان هم مدربين كتير. رائع جدا. طيب ناخد التليفون لو التليفون جاهز. طيب احنا معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول سيدات للكره الطايره بالنادي الاهلي. يا كابتن حمدي صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي، ومبروك الانجازات الجميله اللي بتحصل في الفتره الاخيره دي. صباح الفل يا كريم، اهلا وسهلا، وصباح الفل عليكم وعلى قناه الاهلي وعلى جماهير الاهلي كلهم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. كنا بنتكلم من شويه على تفصيله ان اكيد اي انجاز بيتحقق سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد القاري او على الصعيد الدولي، بطبيعه الحال ما بيجيش كده بشكل عشوائي، لازم يكون وراه خطه ممنهجه محطوطه وبلان معينه كل القائمين على المنظومه بيمشوا عليها. فعايزين نعرف من حضرتك يعني سر الخلطه اللي وصلنا للنجاحات الكتيره والكبيره اللي احنا بنتكلم عليها في الفتره الاخيره. الحمد لله طبعا كل مقومات النجاح متوفره في النادي الاهلي الحقيقه، من خلال اداره ناعمه جدا لفريق الكره الطايره سيدات في النادي الاهلي، تاريخ كبير لفريق الطايره في النادي الاهلي سواء على المستوى الافريقي والعربي والمحلي، سيطره شبه كامله يعني في بالذات في اخر 9 سنوات، بطولات كبيره. اداره النادي الاهلي طبعا حاسه بالفريق ده وشايفه ان هو فريق مميز، فبتدعمه بكل الطرق من خلال تدعيمات وتوفير كل الامكانيات وتعاقدات وتوفير امكانيات للعيبه واحسن اللعيبه للفريق. بالاضافه طبعا عندنا قاعده ناشئين مميزه كل فتره بتطلع علينا طبعا كذا بتنضم للفريق، والحقيقه يعني النادي مش مقصر مع الفريق يعني في المذكرات بتاعته. تمام. الصوت بيقطع شويه ولا ايه؟ كابتن حمدي بس طبعا صباح الخير على حضرتك، بس هو الصوت شويه بيقطع بس عشان حضرتك تبقى عارف. على كل حال انا عايزه اروح مع حضرتك برضو انا وكريم لنقطه مهمه اللي يمكن ندى دلوقتي اتكلمت معانا عنها، وهي بقى على الصعيد هنا المنتخب. لحضرتك برضو تفيدنا لو لديك معلومه، لو هتكلم على المنتخب، هو ليه انا لا اعد المنتخب بتاعي بشكل يعني يليق علشان اقدر اقول ان انا عالميا شويه تصنيفي كويس؟ لان احنا حسب معلوماتنا برضو احنا في حته اعتقد بعيده جدا.
لا، بالنسبة للمنتخب السيدات في مصر الحقيقة يعني ابتدى الاهتمام بيه مؤخرا، المفروض يبقى يتوفر له إمكانيات كبيرة، إعداد كويس جدا، تخطيط كويس الفترة الجاية، لأن احنا الحقيقة على المستوى الأفريقي بقالنا فترة بعيد عن الرياضة بالظبط. الأفريقية، فمحتاجين إن احنا نرجع نسيطر تاني على أفريقيا عشان نشارك في المحافل الدولية. وبرضه حته الاهتمام ان الاختيارات اللعيبه تبقى احسن لعيبه واكثر لعيبه مميزه موجوده في مستوى مصر تبقى موجوده، الحاجات دي مهمه جدا عشان نقدر نحقق نتائج كويسه يعني. نتمنى. جميل. نتمنى ده. طيب احنا بنتكلم مع ندى عن اللي فات، عن البطولات اللي فاتت، عايزين نعرف من حضرتك بقى اللي جاي ان شاء الله واستعداداتكم لما هو قادم، بتستعدوا لايه الفتره دي؟ الحقيقه بس في الاول انا عاوز اسلم على ندى واشيد بيها، لعيبه مميزه في مركز الليبرو في اخر 3 4 سنين تقريبا، من احسن الليبروات في مصر وافريقيا، وبتقدم على النادي الاهلي اداء عالي جدا، ومنتظر منها الفتره الجايه كتير برضه ان شاء الله باذن الله يعني. بالنسبه للمستقبل طبعا احنا في النادي الاهلي عندنا مشاركات نهائيات الدوري والكاس وان شاء الله البطوله الافريقيه، فبنامل ان شاء الله ان احنا الفتره الجايه نستعد لها كويس قوي بحيث ان احنا نرجع تاني لبطولتنا المفضله البطوله الافريقيه باذن الله. جميل. موفقين يا رب ان شاء الله، وبرضو دعوه مفتوحه بقى لحضرتك تيجي تنورنا ان شاء الله بشخصك الكريم عشان نتكلم معاك في كل التفاصيل. ان شاء الله يشرفنا يا كابتن. شرفنا. ربنا يخليك يا فندم، ومره ثانيه مليون مبروك، وان شاء الله اللي جاي يكون اقوى كمان من اللي فات. كان معانا كابتن حمدي صافي المدير الفني للفريق الاول سيدات للكره الطايره بالنادي الاهلي، وفي جمله كده اتوجهت لك اكيد بتحملك مسؤوليه كبيره. اه طبعا، يعني هو كابتن حمدي واثق فيا يعني زي ما بيقولوا ثقة عمياء، فطبعا ده بيبقى طبعا ضغط، بس لا يعني انا عايز اثبت لكابتن حمدي ان حضرتك اختيارك صح، وان انت قد يعني انا فعلا قد المسؤولية دي. الضغوطات اللي هقول النفسية او فكرة هنا برضو ان الواحد يبقى نفسيا مستعد، اصل هو اللاعب بيبقى فني ونفسي فالعامل النفسي شوية عندنا في مصر على صعيد كل الرياضات ما بيبقاش واخد الاهتمام الكبير. لكن انا هسألك عن تحديدا معاكم في الطايرة، فكرة ان انا مثلا اخسر مباراة، اخسر بطولة، الكامباك اللي لازم اكون فيه، بعض المشاكل اللي ممكن تكون على فكرة ملاش اي علاقة باللعب مثلا او النادي، ليه علاقة بحاجات شخصية، كل ده لعيبة على كل الاصعدة بتمر بيه، ازاي انتوا بتقدروا كفريق، حتى مش هتكلم مع المدير الفني او مع الكابتن، انا بتكلم انتوا ما بينكم كفريق وبعض، ازاي ممكن ان انتوا تساعدوا بعض والكواليس اللي بتحصل فنيا ما بينكم علشان تقدروا تساعدوا بعض على الصعيد هنا النفسي؟ هو طبعا النفسيه دي اهم حاجه، يعني تقريبا دي بتبقى 50% من المستوى بتبقى نفسيه. صح. فيعني لو لقيتي فرقتنا على طول مثلا بعد اي خساره، احنا بجد اليوم مثلا احنا النهارده خسرنا، بالليل تلاقينا كلنا على الجروب عاملين نتكلم، لا وخلاص، ولا ما حدش يتضايق، هو اخرك اتضايق النهارده تاني يوم تبقي واحده تانية، يعني تشجعوا بعض اكتر جدا يعني. لان احنا بنات، النفسيه بتاثر علينا قوي يعني، بس فبنقعد نتكلم مع بعض لحد ما نتقابل في التمرين تاني يوم. تاني يوم بقى ننزل في التمرين، طبعا الجهاز الفني بيقعد معانا، بس احنا بعدين بقى بنقعد مع بعض، لا القعده بتبقى غير، اللي هو كل واحده تقول اللي عندها، لو حد متضايق من حاجه يقول، بنقعد اللي هو نشجع بعض يعني. بيبقى في ناس طبعا بيأثروا اكتر من ناس يعني، بس فالناس اللي هي بتبقى على الاقل شخصيتهم قويه شويه ان هم مش بيتاثروا قوي، هم دول اللي بيساعدونا يعني. بس فاحنا لا بنساعد بعض قوي بصراحه. نقطه مهمه جدا، لان كمان احنا بنفتقد في مصر، وهتكلم في مصر على صعيد الرياضات المختلفه، مش كله عنده اللي هو الاستشاري النفسي، يعني المفروض كل فريق وكل منتخب يبقى عنده استشاري نفسي، بس ابتدى دلوقتي ده يتغير. دلوقتي في النادي لكن بالظبط، نتمنى ان ده كمان يعمم على كل الرياضات، لكن مش ما كانش فيه الاهتمام قوي بالشق ده، كان زي ما انت كنت بتتكلمي كان ذاتي شويه كده، احنا مننا في بعض كنا بنحمس بعض، فلا ده شق اعتقد في الخارج بقى، لو احنا هنتكلم ونقارن نفسنا بالخارج الدنيا مختلفه تماما، يمكن ده اهم المدير الفني كمان في بعض الاحيان، دي حقيقه. لو في اسره بتتفرج على اللقاء ده دلوقتي وعندهم بنوته صغيره هتبتدي تمارس رياضه، او هم هيبتدوا يوجهوها على ممارسه نشاط رياضي ما ولسه مش محددين، تنصحيهم بايه عشان تقنعيهم ان هم يخلوا بنوتتهم الصغيره تمارس الكره الطايره تحديدا؟ ايه عناصر الجذب اللي انت شفتيها طبقا بقى للي فات من عمرك في الرياضه دي؟ انا بالنسبه لي الكره الطايره دي بصراحه بكل صراحه احسن رياضه للبنات بالذات، لان الهاندبول
اكيد بتشوفوا بجد هم يعني شويه التحامات التحامات كتيره قوي والباسكت نفس الحاجه، بس الكره الطايره لا، انت بتبقي في فرقه وفي كتير مجموعه مش فرد واحد بس، تقارن فيزيكال بينك وبين المنافسين بالظبط، فالموضوع اسهل كتير، اصاباتها بتبقى اسهل الى حد ما، طبعا في اصابات كبيره بس احسن كتير. الرياضه لا، هي الكره الطايره رياضه حلوه قوي يعني، احسن من رياضات كتير بصراحه، عشان هم يزعلوا مني بس يعني ده رايي يعني. انت البيت عندك يا ندى بما ان هم كلهم رياضيين تقريبا يعني، او جاي من عيله رياضيه، فالثقافه شويه بتبقى مختلفه، ما بيبقاش زي مثلا حد اهله ما لهمش علاقه بالرياضه وابنهم هو اللي بطل، فبيبتدوا شويه برضو لا ذاكر اهم، لا دراستك اهم، لا شهادتك اهم، لا جوازك اهم، حاجات زي كده موجوده في بعض البيوت، لكن اكيد ما كانش ده موجود بشكل كبير عندك في البيت. لا طبعا مش موجود بشكل كبير خالص يعني، هو لا خلاص ركزي في الفولي مثلا، لو في ايام عندي امتحانات اعرف اجلها اجليها، بس روحي الماتشات روحي تمارينك، ده الموضوع بالعكس يعني، اه يعني اللي هو لا طبعا، عشان هم شايفين ان لا ده مستقبل برضو يعني. صح، بس لو طول ما انت ماشيه في دراستك مش مقصره فيها، خلاص اعملي اللي انت عايزاه بره يعني في الفولي يعني. طب المقابل المادي برضو خلينا نتكلم في الشق ده يعني، لو انا هقارن نفسي برضو بالكره العالميه او الرياضه العالميه او العالم، بيبقى فيه مرتب، بيبقى فيه جوائز بقيمه ماليه كبيره، بيبقى فيه دعم، عشان كده هناك ما بيبقوش فارق معاهم قوي الدراسه او الشغل، لان انت من الرياضه انت ممكن تعمل فلوس كويسه. هل ده بينطبق هنا على المستوى المحلي او المنتخب؟ اه طبعا دلوقتي الدنيا فرقت قوي عن زمان، دلوقتي بقى هو احتراف لان خلاص كل واحد بياخد مرتب كبير كويس. فاللي هو احنا ده عامه بقى احسن من الشغل دلوقتي، فاه طبعا يعني ده متوفر ليكوا اوكي يعني دخل شهري مثلا ومع البطولات الجوائز بتاعتك، برايك كده حلو. طموحاتك بقى وصل فين؟ بتحلمي بايه ونفسك ايه اللي يحصل؟ هو اكتر حاجه دلوقتي انا يعني ان شاء الله نفسي ناخد الدوري والكاس وافريقيا، ونفسي بعد افريقيا نكسبها ان شاء الله نروح كاس العالم للانديه، دي اكتر حاجه نفسي يعني احضرها قبل ما ابطل بصراحه. ان شاء الله يتحقق الحلم يا رب ان شاء الله. طيب احنا وقتنا بيخلص صح كده ولا وقتنا خلص؟ خلص بالفعل. انا عندي مشكله مش عارف اسمع الزملاء جوه، بس بسيبك انت، حسيت والله حسيت يا رحوان. نشكرك على وجودك معانا يا ندى، نورتينا. شكرا ميرسي. شكرا يا ندى، وبالتوفيق ان شاء الله. واعرفي حاجه بجد، ان اي بطل في النادي الاهلي بيعمل اي انجاز مع الفريق او حتى يعني على مستوى كمان العالمي، احنا بنبقى احنا اللي حققنا الانجاز ده، فبجد استمروا، ربنا يوفقكم بجد، انتوا كنتوا مفرحينا جدا في البطوله حقيقي، وربنا يوفقكم. نشكر حضراتكم سو فار او يعني حتى هذه اللحظه. هنروح فاصل وهنرجع مع فقره، او حضراتكم هترجعوا مع فقره مسجله مع كريم، كان معاه كمان دكتور ايمان المراكبي، فقره طبيه برده اكيد تهم حضراتكم. فاصل نرجع نكمل.